بسم الله. دلوقتي بعد ما خلصنا شغل في الركاب وعايز بقى اعمل بابلش للمشروع دوت، تمام. هاجي هنا واقول له بابلش، فبيبدأ اتصل بأوتوديسك 360، تمام. بيقول لي عايز تسمي المشروع ايه، فبقول له الاسم ده ماشي، ديسبلاي شيرنج اوبشن افتر بابلش، اعمل بابلش، تمام، بحيث ان هو يبقى موجود على الاي 360، بحيث ان انت ممكن تدي الرابط ده لاي حد او تعزم حد ان هو يعمل كوليبريت او يتشارك معاك في الملف دوت او يشتغل معاك في الملف دوت. فهو بيبدأ يرفع اهوت، دلوقتي هو خلاص خلص رفعهم كلهم، فبيقول لي اعزم اي حد، تمام. لو حد عايز يعزمني بلاش، يعني عزمني على اكل، عزمني على، انا بلاش كده بتعزمني على مشاريع كده، تعالى اشتغل معانا، لا، لو حد عايز يعزمني يعزمني كده على خروج، على سينما، على بتاع، مش على ركاب وحاجات ديت، تمام. انت ممكن تقول له انفايت وتكتب بالايميل اللي انت عايزه وتبعت له انفايت بحيث ان هو يتشارك معاك الملف.